يقول السائل: وصلت إلى الميقات فأحرمت منه ولبست ملابس الإحرام، ولكني نسيت أن أخلع السراويل الداخلية، فماذا يلزمني في هذا؟ ما دام أنك ناسي فليس عليك شيء حتى تعلم، فإذا تذكرت يجب عليك الخلع، خلع السروال. الله يجزاك الجنة. يجب عليك خلع السروال إذا علمت وتذكرت، وما مضى ليس عليك شيء. نعم. الله يجزاك الجنة.